الارتقاء بالمساجد في العالم القروي للسيدة والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية. يتفضل أحد واضع السؤال. تفضل سيد النائب. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الوزير المحترم، سؤالنا يتعلق بوضعية المساجد في العالم القروي وخططكم للنهوض بها، وشكرا. تفضل السيد الوزير. السيد الرئيس، السادة النواب المحترمون، السيدات والسادة النواب، السيد النائب المحترم، أشكرك. أنتم تعلمون أن 70% من المساجد موجودة في العالم القروي، الحمد لله على ذلك نظرا لتوزع العالم القروي، وهي مساجد صغيرة بالنسبة لمساجد المدن. هذه المساجد أعطيتها عناية متدرجة في وزارة الأوقاف، كان الاعتماد المخصص لها في سنة 2005 ما كيتعداش 38 مليون درهم، في 2013 الحمد لله 10 المرات 367 مليون درهم، وهذا شيء ضئيل جدا بالنسبة للحاجيات، وانجز منها 134 في البناء وفي الإصلاح 110، ودعم 171 يعني ب 171 مليون أكثر من 150 مسجد، بناء مرافق صحية شمل 2164 مسجد 270 مليون درهم، والتفريج شمل 2264 مسجد قروي بكلفة 116 مليون. هذا كله بعيد وبعيد وبعيد. تعقيب سيد النائب. نشكركم السيد الوزير المحترم على هذه المعطيات المرقمة التي أعطيتموها، ولكن نحن نطلب المزيد ونساندكم في طلب المزيد، لأنكم أنهيتم مداخلتكم بذلك. فنحن نلاحظ سواء فيما يتعلق بظاهرة الإحسان، يعني بالنسبة للعالم القروي هي أقل من العالم الحضاري، وهذا شيء طبيعي. ثم نلاحظ في المساجد حاجتها إلى الأفرشة، إلى المصاحف، إلى كثير من التجهيزات، كذلك أماكن صلاة النساء ودروس النساء نرجو أن تكون لها عناية خاصة، وكذلك تكوين الخطباء والأئمة. ونحن ندعمكم بزيادة الاعتمادات بطبيعة الحال كنواب، ونوصي الحكومة بأن تهتم بهذا الموضوع. حتى تقييمات إضافية. تفضلوا سيد النائب الفريق الحركي. نحن كذلك سيد الرئيس نضيف بعد الملاحظات ديالنا في الفريق الحركي، هو المساجد في العالم القروي جد نقولوا تم عليها الإغفال. بغينا من الوزارة ديال الأوقاف مزيد من العطاء. نعم كاين اهتمام، ولكن ركزوا فقط على بعض المناطق اللي حضارية وشوف حضارية. بغينا سيد الوزير كذلك العالم القروي ناخذ بيده، وعلى سبيل المثال مسجد في دوار بوسترواس مولاي عبد السلام بالمشيش تبنى نموذجي، المندوب ما بغاش يتفهم لا في الماء لا في النظام ديالو يضمون الاوقاف، خص اعادة النظر حتى في الناس اللي عينتهم مسؤولين عام سيدي. حنا غنجيبكم بعض المعطيات على هذا المجال. وكذلك الباديه ما كتعرفش الناس المحسنين اللي كيساهموا فيها، بحال المدينه المدن كاين محسنين اللي كيساهموا في المساجد، في الباديه قله الشيء، ناس ضعفاء كيتقطعوا شويه. بغينا مزيد من مجهودات السيد الوزير. شكرا سيد النائب، شكرا. رد لي السيد الوزير. أنا كنت أريد بصفة عامة، تفكيرنا هو إيجاد مقاربة جديدة فيما يتعلق قضية العالم القروي بالشأن الديني وقضية المساجد على الخصوص. مقاربة يكون في وزارة الأوقاف، بمعنى تكون فيها الأوقاف، ميزانية الأوقاف، ميزانية الدولة والمحسنون. هذه المقاربة خصها تدبير، وخصها مقاربة يعني متكاملة نفسية وغير ذلك، في إطار أنه ما نوقعوش في مزالق أخرى، وحنا مشتغلين عليها. شكرا. شكرا سيد الوزير على حسن مساهمتكم.